في دائرة بيروت الأولى كانت الانتخابات نكهة خاصة. زياد عبس المفصول من التيار بقرار حزبي اختار المواجهة حتى النهاية، حاصدا بالنتائج الأولية 174 صوت في مقابل 184 لنائب رئيس الحزب الأولى الصحناوي وأربعة أصوات لميشيل دوشادرفيان. أصوات عبس وإن اعتبرت ملغاة لكنها شكلت حالة اعتراضية على قرار فصله. طالما الإجراء ديمقراطي وعم نتقبل بعض بطريقة سلمية، طالما نحن ما في شيء بيضايقنا، هيدا شيء ديمقراطي. بكل انتخابات في ناس بتصوت أبيض، في ناس بتصوت بتطلع الورقة تبعيتهم ملغاة، وفي ناس بتصوت لمرشحين. الناس أكبت اليوم مش بس بالأشرفية إنه هي منا راضية على هذا النهج، وبالآخر مبروك للتيار هاي بالتجربة الديمقراطية، على أمل أنه نتعلم منها ونستغلها لأنه نصلح هاي بالوضع يلي بعتقد اليوم برهنا أنه على القليل نص التيار منه راضي عليه.